منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، شن مؤيدو جماعة الإخوان حملات ممنهجة لتشويه كتاب مصر ومفكريها ومثقفيها وقاماتها الدينية الرفيعة من خلال حملات إرهاب فكري على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ولكن خلال الأيام الأخيرة شن أنصار تنظيم الإخوان حملات للاعتداء على عدد من الشخصيات العامة في مصر، أبرزها قيام طلاب الإخوان بالاعتداء على الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق أثناء مناقشة رسالة دكتوراه بكلية دار علوم بالقاهرة. كما خرجت على مدار أيام متتالية مظاهرات أمام مشيخة الأزهر للنيل من شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلا أن المخلصين من أبناء الوطن تصدوا لهذه المحاولات. وتوالت الأحداث حتى قام عدد من أنصار الإخوان بالاعتداء على خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني في أحد شوارع القاهرة. لم يتوقف استهداف النخبة السياسية والثقافية في مصر، بل قام أعضاء الإخوان بمطاردة المثقفين والسياسيين خارج مصر، حيث استهدفوا الدكتور علاء الأسواني أثناء ندوة له بباريس. كما حاول عدد من أنصار الإخوان الاعتداء على محمد نبوي عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد أثناء إلقائه محاضرة بإحدى الجامعات البريطانية، فضلاً عن محاولات استفزاز الوفد الشعبي المصري في لندن الذي قاده الكاتب الصحفي محمد سلماوي الأسبوع الماضي. فكيف يواجه المثقفون إرهاب تنظيم الإخوان؟ كيف تواجه جماعة الإخوان الفكرة؟ لا ترد عليها بفكرة أخرى ولكن بمحاولة منعها. الأستاذ محمد نبوي عضو مؤسس في حركة التمرد وعضو اللجنة المركزية، مش بتقل على اللجنة المركزية لحركة التمرد، ولا أنا سعيد لوجود حضرتك معنا. شرف لي أن أنا أكون معك، لأن أنتم من الشباب الجميل اللي احنا فرحانين بهم. سيدي السؤال، ماذا حدث لك في جامعة لندن؟ إيه اللي حصل بالضبط؟ القصة كما رأيتها أنت أو كما عصرتها؟ طيب، يعني هو البداية إحنا سافرنا الوفد الدبلوماسي الشعبي، كان عندنا عدد من اللقاءات مترتبة، وطبعا يعني إحنا مسافرين في أجازة العيد اللي المفروض ناخد فيها الراحة، بس إحنا قررنا إن هو ده الوقت المناسب اللي نقدر ننجز فيه المهمة اللي تجاهنا، يعني أو اللي إحنا خدناها على عاتقنا. حضرنا كل اللقاءات في سلام، ما فيش مشكلة، قدرنا نوصل صورة واضحة جدا المسؤولين اللي اتقابلنا معاهم والأماكن اللي عملنا فيها الندوات. الناس كانت بتلاحظ ان في تغير واضح في وجهة النظر، وفي حقائق كانت غايبة قوي عنهم، يعني لأن عندهم صورة واحدة واضحة، وده من خلال بعض الناس القائمين على الأمر دوت بأسلوب مدفوع وممنهج. يعني مجموعة من الشباب تحديدا في سواس قرروا ان هم يعملوا ندوه بما ان في حد من الشباب اللي في سنهم موجود عشان يعرفوا الراي العام في مصر ماشي ازاي. يعني الجامعه دي يعني فيها نسبه عرب كبير جدا، يعني كان في مجموعه من الفلسطينيين والمصريين وغيره، اللي كان منظم الايفنت نفسه جمعيه شباب الفلسطينيين. فانا طبعا سعدت بالدعوه ديت وقررت ان انا لازم اروح اتكلم مع الشباب. فطبعا قبل ميعاد الندوه تقريبا بست ساعات احد اعضاء الجاليه المصريه حاول يوصل لي وكلمني وبلغني، قال لي يعني انا شايف ان في خطر من وجودك في الندوه ديت، لان الاخوان متربصين بالندوه وقرروا ان هم يفشلوها يعني. وانا اصريت ان انا اروح، لان تحت اي ظروف احنا بنشوف منهم عنف مسلح وبنشوف منهم دم في الشوارع وبنشوف منهم كل حاجه، فاعتقد مفيش حد يعني رايح يتكلم عن بلده هو أقل من واحد بيموت في الشارع برضو عشان الناس اللي دافع عن بلد. فروحت للكلية، الأمن قبل ما ندخل أخرنا حوالي 3 دقايق أو 5 دقايق يعني ترتيب الأمن داخل في الجامعة، عايز يرتب الدخول في وقت معين لأنه كان عنده برضو خلفية أن في تجمع منظم. أنا الرسالة نص الرسالة اتبعت لي وقال لي أن هم تجمعوا الساعة 3:30 في مكان قريب من الجامعة ووزعوا الأدوار، والتارجت بتاعهم ان اللي جاي يتكلم عن تمرد ده ما يتكلمش اصلا، يعني ما ينطقش ما ينطقش. الفكره ان ما ينفعش وجهه النظر الثانيه تتقال اصلا، لان الناس اللي هيسمعوا عندهم عقل هيفكروا يميزوا الكلام طالع ازاي وهيبتدي يحسم حقائق معينه. ابتدت الندوه وتعرفت فيها على 2 من بنات مصر الجدعان جدا،
دكتورة ريم أبو الفضل كانت متحدثة برضو في الندوة أكاديمية وبتشرح الوضع، ووجهت لي أسئلة واضحة، يعني أنتوا هتعملوا إيه؟ كان في الأستاذة ريم وائل اللي بتدير الجلسة، ودي يعني أنا أشهد إنها من المصريات اللي بميت راجل، حاولوا كتير جدا إن هم يعطلوا الندوة من أولها، وهي كانت كلامها واضح، دي ندوة مش حلقة نقاشية، يعني عايز تستمع اتفضل، مش عايز تستمع ممكن تغادر المكان أو توجه أسئلة، يعني هو الكلام واضح. بداية الأمر أول ما جت تقدمني في الندوة خرج حد منهم ادعى إن إحنا جينا متأخرين نص ساعة في الجلسة، بس الادعاء كان واضح. سيدة كبيرة من سن والدتي قالت أنت مفكر نفسك في مصر جاي نص ساعة متأخر، إحنا في لندن. فأنا كان ردي واضح، قلت لها أولا يعني إحنا ابتدينا متأخرين 3 دقايق أو 5 دقايق، وده بسبب تعليمات الأمن. النقطة اللي أهم عندي إن حضرتك أفصحتي عن مدى وطنيتك في إنك تهيني بلدك عشان تفتخري إن أنت قاعدة في لندن. اتفضلي يا فندم. سكتت ما عرفتش ترد عليا. جه حد بعد كده قام قال الحوار غير متكافئ، لابد وجهة النظر الأخرى تكون قاعدة. برضه كان ردي واضح، قلت له ده في حالة إن الشعب ما يكونش خرج عليكم أصلاً عشان يعزلكم من الحكم. الشعب رافض وجودكم، فأنتوا مالكوش شرعية تتكلموا بيها قدام الناس. بعدها قام حد تاني واتهمني ان انا كذاب، فقلت له والله الكذاب فعلا اللي بيتهم حد بالكذب قبل ما يسمعه، فبرضه قعد وسكت. اخر حاجه قالوا لي انت قاتل. قلت لهم القاتل اللي قتل الحسين ابو ضيف وقتل جيكا وقتل كريستي وقتل الجندي، القاتل اللي كان قاعد في قصر الرئاسه والناس بتموت جنب سور القصر، هو ما كلفش نفسه يبص عليهم حتى من شباك القصر. خلاص في اللحظه دي ابتدوا يعني خد القرار انه لازم يحسم بقى الامر، الندوه دي ما تكملش لان ده هيرد. فقامت استاذه باحثه واسمها يعني معروف جدا، فقامت تهتف ضدي انا، فبتقول لي يسقط حكم العسكر. فانا قمت وقفت عملت لها كده وقعدت، يعني انا مش عسكري عشان تهتفي ضدي يسقط حكم العسكر، اعتقد يعني حتى الهتاف في غباء سياسي. فخلاص الامر كده اتحسم، قاموا رفعوا اليوفط بتاعتهم وابتدوا يهتفوا يقولوا رابعة رابعة. في اللحظة دي مسكت المايك. ما كانتش بقى اليوفط ظهرت. ظهرت اليوفط في اللحظة دي. في اللحظة دي طلعوا اليوفط وابتدوا يهتفوا رابعة رابعة. كانوا نسبة قد ايه؟ يعني القاعة بتاخد قد ايه تقريبا؟ القاعة تقريبا بتاخد حوالي 75 فرد او 100 فرد. هم نسبتهم كان قد ايه؟ هم حاشدين 75 فرد او 100 فرد. يا خبر ابيض. بعدد الكراسي بالظبط، تمام؟ الناس اللي كانت وصلت الاول واخدت اماكن ناسهم اللي المفروض يقعدوا لا كانوا واقفين على الصفين. يعني العدد بالظبط اللي واقف هو عدد الناس اللي جايه تسمع بجد او طلبه الجامعه اللي جايه يسمعوا بجد. فاول ما ابتدوا يهتفوا انا مسكت المايك، خلاص انا عرفت ان هم مش هيكملوا الندوه، بس انا اثبتت للناس اللي جايه تسمعنا وتعرف وجهه نظر والحاله الحقيقيه اللي في مصر ان الناس دي ما عندهاش سياسه عشان تتكلم. الناس دي عايزه تبوظ الندوه لان هو مش هيقدر يرد عليا. هو لو كان فارس في الملعب السياسي كان وجه لي اسئله، احرجني قدام الناس ووراهم ان احنا فعلا ما نسويش حاجه، بس الحقيقه ان احنا نساوي كل حاجه كشعب مصري وان هم ما يسووش ولا حاجه جنب الشعب المصري. اول ما قالوا رابعه رابعه وابتدوا يهتفوا برابعه انا مسكت المايك قلت لهم اوكي تسلم الايادي. اول ما قلت كلمه تسلم الايادي اللي كان في الكرسي الاخير كان بينط على الكرسي الاول وفي الحاله دي قرر انه لازم يتعامل بايده. الامن حاول ان هو يحيد الامر ويرجعهم لورا، دي حقيقه. اصل انا يعني نفسي افهم يعني كلمه تسلم الايادي دي، انا نفسي افهم يعني ايه رابعه؟ يعني انت القصد توصل ايه بالرساله دي؟ تمام؟ وابتدى يقول رابعه شرعي رابعه رابعه رابعه، قلت له تسلم الايادي وسكت وبكل ابتسامه، يعني انا عارف هو عايز يعمل ايه. فقلت له تسلم الايادي، لقيت اللي في اخر الكرسي بينط على اول كرسي ونازلين عايزين يتعاملوا معايا. وفي وسط الحوار الامن محجز عليا كده، الامن الداخلي بتاع الجامعه، فجالي واحد فيهم كده صوته هادي. قال لي لو سمحت يا استاذنا انا ليه عند حضرتك استفسار؟ قلت له تحت امرك اتفضل. قال لي قبل الانقلاب ب3 ايام، قلت له اي انقلاب تقصد حضرتك؟ قال لي اقصد التدخل العسكري، قلت له هل حضرتك تقصد الثوره المصريه؟ قال لي خلينا نسميها الثوره المصريه، قلت له اولا بشكرك على اعترافك بالثوره المصريه. اتغير فورا مجرد ما انا يعني رديت على الرد ده، اتحول وحسيت ان وشه بقى فيه احمرار مش طبيعي وخلاص بيشدني بقى، يعني انا لازم اضربك. ولو حضرتك شفت الفيديو هتلاقي فيه واحد بيلف لي
من الناحيه الثانيه، واحد جاي من هنا وكله اهم حاجه ان هو يمسكني، وانا واقف بكل هدوء وبابتسامه جميله كده، يعني احنا بنشوف منكم اكتر من كده في الشارع. فخلوا الغرب بقى يشوف هم بيعملوا ايه. بس انا عندي تصور واضح هم ليه بيعملوا كده في الوقت ده وفي كل الدول دي وفي الشارع بيعملوا برضو افعال زي دي ليه. هو كل الامر هو عايز يدي الشرعيه للمجموعه اللي هو سماها لجنه المفاوضات، اللي المفروض ان هم قالوا ان بيرقصها محمود مكي. عايز يقول للي المفروض انه يقعد يتفاوض معاه احنا موجودين في الشارع اهو وبنعمل كل حاجه، فانت لازم تبقى عارف ان له سقف مطالب. بس الحقيقه اللي العالم كله لازم يعرفها ان رئيس اللجنه ده المفوض منهم قاتل. محمود مكي كان نائب رئيس الجمهوريه والشعب بيتقتل بره القصر وهو مسؤول عن كل نقطه دم زيه زي رئيس الجمهوريه. لحد النهارده الناس دي ما تحققش معاها ليه؟ ده سؤالي. الناس دي لازم تحقق معاها. لا يجوز اصلا لحد انه يخرج لي في الجرايد وبابتسامه هاديه كده وبهدوء وان هو يعني داخل يتفاوض وغيره. المستحيل. الشعب المصري خلاص رفض كل الكلام ده. كل اللي ايديه تلطخت بالدم لازم يقف امام العداله. احنا ما بنحكمش عليه بالاعدام مسبقا. يقف قدام العداله ويقول الراجل ده كان جزء من السلطه والناس بتموت. ازاي اصلا الكلام ده؟ هو ده كل اللي بيحاولوا يعملوه. الحاجة التانية وده الأهم وده تزامن برضو مع الخبر ال 12 في الجرايد بره إن هم بيشتروا الإعلانات وغيره. المقالة اللي اتكتبت ووضحت فيها إن الجورنال رفض الإعلان بتاعهم، هذا جورنال فاينانشال تايمز، قال إن هو رفض الإعلان ب 100,000 جنيه استرليني عشان في معلومات مغلوطة، وكتب في الآخر إن في وفد دبلوماسي رفيع المستوى حقق إنجازات على الأرض. والحقيقة احنا محققناش انجازات. ولو انا هتكلم عن رأيي الشخصي، انا لم اذهب الى بريطانيا لتوضيح ما حدث في مصر. ما حدث في مصر لا يخص الا الشعب المصري. انا كنت رايح افهم حاجة واحدة، الشعب البريطاني ممثلا في مجلس عمومه وحكومته مستقبله ايه مع المصريين؟ هيفضل يلوح كتير؟ هيفضل ضد الارادة المصرية دي كتير؟ ايه الموضوع؟ لازم نبقى رسمين علاقاتنا ايه مع الدول، لان الدوله اللي هتقف اراده الشعب المصري الشعب هيخرج يقول اقطع معاه العلاقات. الموضوع منتهي. مفيش حاجه اسمها دوله عظمى ودوله صغرى. في حاجه اسمها شعب قرر. وهم خايفين جدا من الشعب المصري لانه شعب بيفكر. والحقيقه ان هم خوفهم الاكبر من تنظيم الاخوان ده هو اللي بيدفع بيهم ان هم يزقوهم في المربع بتاعنا، يروحوا الشرق الاوسط بعيد عننا، نسكنهم هناك في الحكومات، يعملوا اللي هم عايزينه هناك، بس ما يجوش يقرفونا هنا. لان هم فعلا بيعملوا هناك حاجات في الشارع اعتقد الحكومه نفسها مش قابلاها. الشارع انا شفت في الشارع وهم بيقفوا يتكلموا مع الناس ويقول لهم يلا بقى نعمل الدوله الاسلاميه ونعمل الخلافه الاسلاميه وكل الناس دي كفار ولازم كل المسيحيين يدفعوا الجزيه، وبيتكلموا كلام كده للناس. المواطنين نفسهم هناك بيخشوا الامر ده وبيرجعوا لورا. حاجه كمان يعني انا شايف ان الاماكن طبعا عشان تقدر تشرح وجهه نظرك تسمح لي يكون بعد الاستراحه الاعلانيه عشان ما اقطعش حضرتك. تابعونا بعد الاستراحه مع الاستاذ محمد نبوي على الهواء مباشره.